متواصلين معكم مشاهدينا عبر مركز أخبار قنوات أبوظبي للإعلام في تغطية هذا الحدث الاستثنائي آيدكس ونافدكس، وسنكون مع كوكبة من زملائنا المراسلين المتواجدين في أروقة هذا المعرض والأجنحة، وكذلك سينضم إلينا العديد من الضيوف والمتحدثين. وبداية نرحب بضيفي في هذه الأثناء العقيد ركن مايا راشد المزروعي المتحدث الرسمي باسم آيدكس ونافدكس 2023. نرحب فيك معنا سيادة العقيد، وبداية إذا ما تحدثنا عن آيدكس ونافدكس في هذه النسخة، طبعا نسخة استثنائية بكل المقاييس، بالفعل نسخة استثنائية. لماذا نسخة استثنائية؟ بالفعل آيدكس ونافدكس 2023 تعد النسخة الاستثنائية، وذلك لأنها تتزامن مع مرور 3 عقود منذ انطلاقتها الأولى عام 1993. تكاتفت جميع الجهود اليوم حتى تصل لكون دولة الإمارات العربية المتحدة العاصمة أبوظبي مركز ريادي عالمي في استقطاب وصناعة مثل هذه المعارض الدفاعية. النسخة الاستثنائية هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز هذا الحدث الكبير في مجال الصناعات الدفاعية. آيدكس ونافدكس 2023 منصة عالمية رائدة تستقطب فيها كبرى الشركات العالمية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه في تكنولوجيا المعدات الدفاعية، ولكن الجديد أنه وفق هذه المبادرة كان هناك آيدكس الجيل التالي، بأن تكون هناك مساحة لهذه الشركات الناشئة التي من خلالها يتم عرض ابتكاراتها، عرض أفكارها وعرض منتجاتها الصناعية الدفاعية، وتعطي لها فرصة لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية. أيضا من المبادرات الجميلة اليوم الذي نجدها في معرضي آيدكس ونافدكس انطلاق مؤتمر الإماراتي للجدارة والسلامة اليوم، الذي ينعقد على مدى 2 يوم لمناقشة الأمور المتعلقة بالسلامة والجدارة البرية والبحرية من متحدثين إقليميين ومتحدثين دوليين. فيتطرق المؤتمر للتحدث عن سلامة منتسبي القوات المسلحة، المعدات والآليات، وبالإضافة إلى التحدث عن مبدأ الجدارة، وهي النظر إلى الصناعات الدفاعية المحلية أن تكون وفقا لأعلى المقاييس العالمية. الجديد أيضا اليوم نجد افتتاح محادثات آيدكس ونافدكس التي جمعت كوكبة من الخبراء والفني والمختصين وصناع القرار في مجال الصناعات الدفاعية للتحدث على مختلف القضايا. محاور عديدة يعني المحاور عديدة ومبادرات كثيرة تثبت بأنها النسخة القياس النسخة استثنائية بكل مقاييسها. نعم. أيضا سيادة العقيد، إذا ما تحدثنا عن الجناح الإماراتي، هناك 41 جناح، 192 شركة إماراتية، الصناعات الإماراتية يعني بارزة وبقوة، ومنذ اليوم الأول يعني هناك محط أنظار زوار مختصين وسائل إعلام وغيرها. شو اللي يميز الجناح الإماراتي؟ ما أبرز الصناعات الدفاعية اللي معروضة في آيدكس ونافدكس؟ الجناح الإماراتي يعد من أكبر الأجنحة مقارنة بالأجنحة الأخرى. صحيح. مساحته زادت عن 23,000 متر مربع، يضم 192 شركة صناعة متخصصة في الصناعات المحلية الدفاعية. هذا يعكس التطور الملحوظ في الصناعات الدفاعية المحلية، وأيضا القفزة النوعية التي يحدثها آيدكس ونافدكس. هذا لا يأتي من فرق. هناك الدعم من القيادة الرشيدة، الخطوات الاستراتيجية التي تم وضعها، فهذه الخطوات كانت تمشي وفق خطوات حثيثة، وكان هناك دائما آيدكس ونافدكس تعتبر المنصة عالمية لاستعراض الأحدث التقنيات التي تسهم في نقل المعرفة، تبادل الخبرات، والتي من شأنها تستخدم في
تطوير القطاع صناعات الدفاعية المحلية، وبالتالي فنجد الآن المنتج المحلي هو منتج منافس قوي للمنتجات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية. نعم. ومما يساهم الدعم للصناعات الدفاعية في دعم الاقتصاد المحلي، تحقيق التنويع في الاقتصاد المحلي، وأيضا يحقق الدعم وتأكيد مكانة دولة الإمارات إقليميا ومحليا في مجال الصناعات الدفاعية. نعم. والأهم من هذا كله هو يوفر الاكتفاء الذاتي والاستقلالية الاستراتيجية في مجال الصناعات الدفاعية. مايا، اليوم يعني صناعات عديدة، منتجات كبيرة، أهمية كبيرة لهذا المعرض آيدكس ونافدكس. إذا ما تحدثنا بخصوص وزارة الدفاع، ما الأهمية التي يشكلها هذا المعرض الاستثنائي وأحد أهم المعارض للمنصات والمنتجات الدفاعية حول العالم، فأهميته بالنسبة لوزارة الدفاع اليوم؟ طبعا كون معرض الدفاع الدولي آيدكس ونافدكس 2023 منصة عالمية رائدة لاستعراض أهم التقنيات في مجال الصناعات الدفاعية، أيضا نحن ننظر من منظور آخر، هي منصة رئيسية يلتقي فيها الخبراء وصناع القرار وأيضا ممثلي جميع الجهات الأمنية والدفاعية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم لمناقشة المواضيع الخاصة بمجال التطور والتقنيات التكنولوجية، وهذا ينسجم انسجاما تاما مع رؤية وزارة الدفاع، قوات مسلحة رائدة حامية للاتحاد ومكتسباته. فوزارة الدفاع دائما تتطلع إلى تطوير منظومتها الدفاعية ونقل الخبرات والمعرفة، هي دائما تنظر إلى كل ما هو جديد في السوق الإقليمي والسوق المحلي لبناء هذه المنظومة وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، ومن شأنها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتسليحهم بالعلم والتقنيات الحديثة ليتمكنوا من مواجهة التحديات التي نشهدها اليوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية اليوم. نعم. اليوم بما أننا نتكلم عن آيدكس وهناك حضور وتواجد نسائي كبير في هذا المعرض، يعني من حيث الجهات العارضة أيضا المشاركين عدد من الزوار، ويتجسد يعني متحدث باسم آيدكس ونافدكس سعادة العقيد مايا المزروعي، أيضا هناك تواجد نسائي كبير. اليوم لو نتحدث عن دور المرأة في هذا المجال، أبرز المهام اللي تقوم فيها وأبرز إنجازاتها خاصة العنصر النسائي في معرض دفاعي كبير واستراتيجي حربي وغيره. في البداية بكل فخر أحب أن أقول لك أني أفتخر وأعتز كوني أنتسب للمؤسسة العسكرية، كوني إحدى منتسبات وزارة الدفاع، وما وصلت إليه اليوم وما وصلت إليه جميع زميلاتي العسكريات وتقليدهم الرتب العسكرية والمناصب العسكرية لا يأتي من فراغ، وإنما هي الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، الثقة والاهتمام البالغ التي أولتها لنا قيادتنا الرشيدة منذ بداية دخول المرأة للمجال العسكري عام 1990. كان هناك دعم من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، التي تابعت مسيرة المرأة متابعة تدريبها وتأهيلها على أكمل وجه حتى تصل إلى ما نشهده اليوم من المرأة الإماراتية العسكرية التي تقلدت الكثير من الرتب العسكرية واعتلت جميع المناصب العسكرية وحصلت على فرص مكافئة في التعليم والتأهير والتدريب العسكري لتصل إلى ما نشهده اليوم، بالإضافة أنها تكون سنداً وعضداً لأخيها الرجل، أنها تحافظ على حماية الدولة وممتلكاتها، وأيضاً أنها تكون عنصر فعال في المجتمع الإماراتي.
اليوم في آيدكس ونافدكس نجد المرأة الإماراتية هي حاضرة في جميع التخصصات. نجد في الصناعات الدفاعية عدد لا يستهان فيه من العنصر النسائي صحيح. الذي ساهم في تطوير هذه المنظومة الجديدة. فلا يسعني إلا أن أقول شكرا لقيادتنا الرشيدة، شكرا على الثقة التي أولتها لنا، ونحن كبنات الإمارات دائما وأبدا جاهزين بأن نكون جزء لا يتجزأ من هذا المنصة الكبيرة ومن هذا المنبر. نشكر قيادتنا الرشيدة، وإحنا بدورنا يعني نشكركم، وكذلك يعني كل شكر، ونتشرف بوجود دائما العنصر النسائي اللي هو مكمل دائما للرجل في كافة المجالات، وخاصة في هذا المجال تعمل جنب إلى جنب ومكملين للآخر في سبيل دائما الارتقاء ورفعة وطن دولة الإمارات العربية. نجد المرأة نعم حاضرة في الصناعات الدفاعية، اعتلت صناعة الدفاعية الجوية، الآن نجدها تدخل في صناعات الدفاعية البحرية والجوية في كل ومشاركة مكان. ومشاركة فعالة في جميع المعارض الدولية. كل الشكر لكم، وبدورنا كذلك هنا نشكر تواجدكم معنا وهذه الأجوبة على هذه المحاور والأسئلة. العقيد ركن مايا راشد المزروعي المتحدث الرسمي باسم آيدكس ونافدكس 2023، كل الشكر لتواجدكم معنا. شكرا.